أهلا بكم. دخلت التظاهرات الشعبية الغاضبة ضد العملية السياسية وأحزابها وميليشياتها أسبوعها الثاني. تفجرت هذه الانتفاضة الشعبية في البصرة أولا على خلفية الواقع المزري في المدينة على كل المستويات الحياتية والخدمية، لكنها سرعان ما تمددت إلى كل مدن وسط وجنوب العراق وصولا إلى بغداد. سقط في هذه التظاهرات مئات المتظاهرين السلميين بين قتيل وجريح برصاص القوات الحكومية والميليشيات وفرق الموت الخاصة. التظاهرات الغاضبة ضد أحزاب العملية السياسية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الذي كشفته هذه التظاهرات الساخطة إزاء الذين رفعوا شعار مظلومية سكان جنوب العراق لسنين طوال؟ وكيف استدارت فوهات بنادق حماة الشيعة إلى رؤوس وصدور أبنائهم المسحوقين بفساد السلطة وأحزابها وميليشياتها؟ ولماذا صب المتظاهرون جام غضبهم على إيران واعتبارها أس الخراب العام وجذر البلاء في العراق؟ وهل ستنجح أحزاب السلطة وميليشياتها في قمع هذه التظاهرات؟ وما هو الثمن المترتب على هذا القمع؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، فارس الخطاب. المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي بدأت في محافظة البصرة امتدت إلى كل مدن الوسط والجنوب وبغداد خلال أيام قليلة فقط. خرج المتظاهرون الغاضبون ضد أحزاب العملية السياسية وفسادها الحكومي الذي جعل العراق الجديد يتصدر قائمة الدول الفاشلة والفاسدة وفقا للمؤشرات الدولية المعنية، وللمطالبة بحقوقهم الأساسية في الكهرباء والماء الصالح للشرب والتعليم والعلاج والدواء والعمل. اندلاع التظاهرات الشعبية في العراق اعتبرت الرسالة الثانية التي يوجهها الشعب العراقي للطبقة السياسية الفاسدة بعد الرسالة الأولى التي تمثلت في مقاطعته للانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من شهر أيار الماضي، حيث بلغت نسبة المقاطعة الشعبية لها نحو 85%. قوبل المتظاهرون السلميون بالرصاص الحي ممن يفترض أنهم المدافعون عنهم ورافعو مظلوميتهم لسنين طوال، حيث سقط في هذه التظاهرات عشرات القتلى وجرح المئات برصاص القوات الحكومية والميليشيات وفرق الموت التي ازدادت عددها بعد فتوى السيستان الجهاد الكفائي. وما كان رصاصاً مدخراً لمواجهة الإرهاب صوب هذه المرة إلى رؤوس وصدور العطشة والجوع والعاطلين عن العمل والباحثين عن لقمة عيش نظيفة والمتلظين بقيض تموز اللهب. أسباب هذه التظاهرات والاحتجاجات ليست انعدام الكهرباء والماء والبطالة فقط، بل أسباب كثيرة. في صدارتها فشل الطبقة السياسية وتفاقم الفساد الذي يبدو أنه خرج عن السيطرة تماماً. إخماد الحكومة وميليشياتها لهذه التظاهرات لن يكون بالمهمة اليسيرة بسبب فقدان الرأي العام العراقي الثقة تماماً بوعود الطبقة السياسية في ظل شبه إفلاس مالي وانتهاء مفعول أسطوانة التخويف بعودة الإرهاب وترويج مقولة إفلات السلطة وانتقالها إلى الآخرين، فهذا لم يعد له آذان مصغية. كما أن الفتاوى الدينية المخدرة للشعب العراقي لم يعد لها ذاك التأثير السابق الذي كان قبل سنين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في التظاهرات الشعبية الساخطة في العراق. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين هنا في الاستوديو. وسيكون معنا عبر سكايب من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور فارس الخطاب. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. دكتور رافع، التظاهرات الشعبية الجارية الآن في العراق والتي سقط فيها عشرات من القتلى ونحو 600 جريح لحد الآن، اعتبرت رسالة شعبية ثانية أعنف وأقسى وأشرس من رسالة مقاطعة الانتخابات التي تجاوزت 82%. فعلا هذه رسالة؟ ما هي مضامينها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ ماجد.
قبل الإجابة على هذا أريد أن أعطي مثالين حول رسائل وجهت إلى يعني كأمثلة ربما عابرة وجهت إلى دول وحكومات في العالم. رسائل شعبية. نعم. وكيف تصرفت مع هذه الحكومات وكيف عبرت عن ذلك وكيف وما يحصل في العراق. الرسالة الأولى قبل عامين ربما يعني هذا ما يرد في الذهن الآن. قبل عامين غرقت عبارة في كوريا الجنوبية. نعم. تحمل مجموعة من الأطفال كانوا في سفرة مدرسية. غرق من هؤلاء الأطفال عبارة يعني قضاء وقدر. غرق من هؤلاء الأطفال أطفال المدرسة 3 أطفال. استقال رئيس الوزراء، أولا استقال وزير التربية واستقالت الوزارة كلها واستقال رئيس الوزراء. وغيرت وزارة كاملة لأنها أخطأت في هذه رسالة بسيطة وجهت بسبب عدم يعني وضع تدابير للأمان على أطفال جيل قادم. الرسالة الثانية حصلت في تركيا قبل فترة قصيرة. حزب العدالة والتنمية عندما دخل في الانتخابات الأخيرة عدد النقاط اللي حصل عليها أقل ربما في 3 أو 4 نقاط مما كان قد حصل عليه في الانتخابات السابقة. ظهر الرئيس التركي أردوغان وظهر رئيس الوزراء ليقولوا هذه الرسالة وجهت إلينا من الشعب. نعم فهمنا الرسالة، هناك عزوف من الشعب في الانتخابات، فهمنا هذه الرسالة وعلينا أن نعمل لتصحيح هذه الأوضاع. لاحظ 15 سنة في العراق، العراق من سيء إلى أسوأ، يوم أسوأ من الآخر، المستقبل أكثر ظلاما من الحاضر وهكذا، والناس تنظر إلى الخلف، تنظر إلى الماضي مهما كانت علات الماضي لكنها تنظر إليه وتتمنى عودة الماضي بسبب قتامة الحاضر والمستقبل. والأوضاع المزرية، بطالة عالية، قتل، تهجير، فقر، أمراض، خراب في البلد، خدمات غير موجودة، مرضى، كل شيء يمكن أن يتخيل الإنسان موجود، مياه غير صالحة للشرب، كهرباء معدومة، خدمات معدومة، بطالة بلغت أكثر من 65%. في البصرة ليس هناك ماء لا صالح للشرب ولا غير صالح في كل العراق بهذا الشكل. حتى وإن كانوا يقولون هناك مياه صالحة للشرب كذبة كبيرة. الأنابيب التي تنقل المياه كلها خربة، وكل البنى التحتية في العراق انتهت صلاحيتها. فبالتالي لا يوجد لا مياه صالحة للشرب، والكهرباء بعد 15 سنة وهذه السنة 16 بعد مليارات الدولارات 40 مليار، وإذا ما حسب المبلغ كاملا مع الاستيرادات المبلغ يزيد عن 100 مليار دولار دفعت لهذه الكهرباء، السرقات والنهب أكثر من 100 مليار، والناس بدون كهرباء. فبالتالي والحكومات هذه لم تعر رسالة، والشعب تظاهر أكثر من مرة في عام 2011، في عام 2010، في عام 2011 كلنا نذكر أن الشعب كله في 55 مدينة كان يطالب أيضا بنفس المطالب، وبعدها اعتصامات طالبت بنفس، وواجهوا الناس بالرصاص والحديد وهم يتحدثون عن دولة ديمقراطية، دولة حرة ترعى، ولا يريدون أن يفهموا الشعب. زعيم ميليشيا بدر هادي العامري اعترف بهذا التقصير والقصور وقدم اعتذارا إلى الناس. هذا الاعتذار لا يمكن قبوله، ولا يمكن خاصة من شخص مثل هذا. قبل فترة قصيرة كان هو وزير للمواصلات وكان يتحدث عندما سئل هل هناك فقر في العراق، قال هذه كذبة كبيرة، الناس نعطيها بطاقة تموينية بلاش، نقل بلاش، كهرباء بلاش، مياه بلاش، خدمات صحية بلاش، كل كذب. فبالتالي يجي يعتذر من الشعب وهو قائد ميليشيات وهو قاتل العراق سابقا وكان يسمي العراق عدوا، هكذا الآن أيضا ميليشيا بدر يعني حازت ربما الحصة الأكبر من القتل لقتل المتظاهرين الآن. نعم يعني فهذه كذبة. نعم. كبيرة. إذن الرسائل اللي يوجهها الشعب العراقي لا مجال لفهمها من هذه الحكومات، فبالتالي المبادرة بيد الشعب، الكرة في ملعب الشعب. سنتحدث عن هذا دكتور، أيضا قضية الرسالة تحدثت عن مضامين هذه الرسالة التي وجهت شعبيا بعد قضية الانتخابات، هذه الرسالة اللعنة. دكتور عبد الحميد العاني، هذه الرسالة بهذه المضامين تحدث عنها دكتور رافع، إلى أي حد تعتقد أن السلطة استلمت هذه الرسالة
أدركت خطورة مضامينها، وأن هناك ليس هناك من وقت يمنح، وليس هناك أيضا من صبر أيضا يقدم بعد 15 سنة. رسالة كانت شرسة قوية عنيفة بعد رسالة الانتخابات. تعتقد أن السلطة قرأت المضامين، تدرك خطورتها؟ طبعا تحية لكم لجميعا وللضيوف الكرام. في العالم كله فلسفة العلاقة بين الشعب وبين الحكومة أن الحكومة هي ممثلة لهذا الشعب وتسعى لخدمته، ولذلك تتنافس الأحزاب لإرضاء هذا الشعب، والانتخابات وغيرها هي وسيلة لتنفيذ مشاريع هذه الأحزاب في خدمة الشعب. لكن الذي يحصل في العراق ككل الأمور الأخرى هي عكس المطلوب وعكس المنطق، وتسير الأمور بالمقلوب كما يقال. فأصبح الشعب وسيلة لوصول هذه الأحزاب إلى السلطة، حتى تكون السلطة والكرسي والمنصب وسيلة للنهب وللسلب. هذه الرسائل التي تحدث عنها الدكتور، وهي طبعا رسائل ليست المرة الأولى، الرسالة الثانية في هذه المدة الأخيرة، وإلا منذ البداية، منذ أن جاء الاحتلال إلى الآن، الشعب يوجه رسائل تلو الرسالة إلى هذه الحكومات، لكن بين فينة وأخرى وبأسلوب أو بآخر. هل وصلت الرسالة؟ بالتأكيد وصلت. ما الدليل على أنها وصلت إلى هذه السلطة؟ الدليل هذه التصريحات التي ذكرت جانبا منها، منها تصريح العامري. الدليل على أنها استلمت هذه الرسالة هو التعامل العنيف مع هذه التظاهرات، الإفراط كما يقال، الإفراط في استخدام القوة ومواجهة هؤلاء الشعب العزل، المواطنين العزل، مواجهتهم بالرصاص الحي وبمختلف أنواع الأسئلة. إذن هي وصلت الرسالة، لكنه هل فهمتها؟ هل فهمت السلطة كيف تتعامل مع هذه الرسائل؟ هل ستتخذ خطوات لإصلاحها؟ إلى الآن نحن نرى أنه الحكومة تسير بمنهج العنجهية وبمواجهة هؤلاء، تسويف فقط للإعلام، وإلا على الأرض مسارين، مسار إعلامي بالتسويف والوعود والاعتذار الكاذب وغيره، وعلى الأرض هو القبضة الحديدية والحديد والنار واستخدام مفرط للقوة، وليست المرة الأولى مذابح ومجازر سابقة. وهو نسأل دكتور فارس الخطاب عن أن السلطة لماذا لا تستوعب أو لا تريد أن تستوعب هذه الرسائل. دكتور فارس مساء الخير أولا. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الأفاضل. شكرا جزيلا. نتحدث عن الرسالة أو الرسائل الموجهة من المتظاهرين أو من الشعب العراقي عموما بعد مقاطعة الانتخابات، وهذه التظاهرات التي اجتاحت يعني بغداد إلى البصرة أو من بصرة إلى بغداد. هل السلطة استلمت هذه الرسالة، قرأت مضامينها؟ برأيك السلطة لم تستوعب كما يقول ضيفنا دكتور عبد الحميد العاني هذه الرسالة وتقرأ مضامينها وتتوقف عندها وتدرك أيضا مخاطرها، هل السبب تعنت السلطة واقترارها بميليشياتها وفرق موتها وآلتها القمعية الباطشة، أم أن السلطة عاجزة مفلسة تحت ضغط أزمة اقتصادية كبيرة جدا ليس بيدها شيء تقدمه للناس، وبالتالي هي يعني صامتة غير متفاعلة مع هذه التظاهرات أو رسائلها؟ في حقيقة الأمر السلطة هي من حيث الإمكانيات تفقد القدرة وليس القوة. القوة طبعا الآن مسخرة ضد الشعب، لكن هي تفقد القدرة، وأيضا هي عاجزة بشكل تام عن معالجة أي من المواضيع التي طالب بها المتظاهرون، والتي ربما لم تكن المرة الأولى التي يخرج فيها الشعب العراقي ليطالب ببعض الحقوق الإنسانية المفترضة لأي شعب في العالم. الحقيقة التجربة الآن ربما تقود إلى يعني ملاحظة مهمة، أن العراقيين كعلامات بارزة كأحداث ربما شغلت الإعلام وشغلت الرأي العام، خرجوا في ثلاث مناسبات رئيسية، هم منذ عام 2005 تقريبا وحتى الآن يخرجون بشكل مستمر في هذه المحافظة أو تلك أو هذه المجموعة أو غيرها. لكن الأحداث الرئيسية الثلاث كانت ممثلة
بعد الانسحاب الشكلي والرمزي للقوات الأمريكية في نهاية 2011، ظهرت الاعتصامات الكبيرة في المناطق التي تسمى بالغربية، في الأنبار وفي صلاح الدين وفي المنتفضة سميت المحافظات المنتفضة. هذه حاول جهده نوري المالكي في وقته أن يسمها بسمة الإرهاب، وأن يسوق للعالم الغربي ربما ولبعض الذين يعني يتبعون ما كان يسوقه من أقاويل تتعلق بالمد الطائفي العنيف له، أن هناك اختراق لهذه الاعتصامات وأن تنظيم القاعدة هناك يعمل وهكذا. ثم الحدث الأكبر الآخر كان عندما خرج الشعب بمجاميع كبيرة جدا قبالة ساحة التحرير وحولها وعندها وعند جسر الجمهورية، وهنا امتص زخم هذه التظاهرات الكبيرة من قبل السيد مقتدى الصدر، وحاول ونجح في ذلك، أخذ العناوين الرئيسة، ومن ثم فضت هذه الأمور بطريقة دراماتيكية. الآن أنا بتقديري هذا الخروج هو الأعنف، لأن هذا الخروج ليس خروج بمصطلحات ربما تسوق هنا وهناك، هنا خرج الشباب فقط، والشباب هي الطبقة التي يعتمد عليها في التغيير وفي الحراك السياسي وفي الحراك الثوري في كل المستويات. أنا أعتقد أن الشباب العراقي الآن خرج وهو مليء بما تم تعبئته به منذ عام 2003، وهو جيل بالمناسبة لم يعش الفترة التي كان يسوق لها على أنها فترة دكتاتورية، ولم ربما يشاهد أو يعيش في فترة صدام حسين، ولم يسوق له من الكلام ما يجعله ينتسب لهذه الفئة أو ذاك. خرج لأنه وجد أن الإيرانيين تمكنوا من كافة أمور الحياة، تمكنوا من شوارعهم، تمكنوا من بيوتهم، تمكنوا بدل أن يرفع علم العراق في شوارع البصرة وشوارع ميسان وشوارع الناصرية ترفع صور خميني وصور خامنئي. هذا الجيل العراقي الأصيل الذي حاولوا طيلة 15 عام أن يجعلوا منه جيلا طائفيا، لم يرد إلا أن يتمسك بالثوابت الوطنية، لم يرد إلا أن يتمسك بالروح الوطنية. لذلك المسألة خطيرة جدا، هم يأخذوها الآن على أنها على محمل الجد. النظام السياسي في العراق، العملية السياسية كلها وبضمنها الحكومة أو ما يسمى بالحكومة، تقف على عكازتين، إحداهما أمريكية والأخرى إيرانية. وعلى هذا يراهن من يراهن، ولعل ليس من الغريب أن لم نجد في هذه المرة أي من المسؤولين في هذه العملية السياسية بالتيارات المختلفة، من هو يمثل الجنوب أو يمثل الوسط أو الشمال، من خرج منددا أو متعاطفا مع هذه التظاهرات. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذه التظاهرات إذا اتسع نطاقها فالسفينة التي تحملهم في المنطقة سنتحدث ستكون غارقة. إذا سمحت لي دكتور فارس، سنتحدث عن تداعيات أو تأثيرات هذا الحراك الشبابي الذي وصفته بالشبابي على مجمل المشروع، يعني حاضرا ومستقبلا. دكتور رافع، وواضح أن السلطة في حيرة من أمرها، في حالة تخبط في التعاطي مع هذا الحراك الذي توسع يعني الحقيقة سريعا. ما هو المتاح بيد السلطة الآن والحكومة وأحزابها وميليشياتها لإخماد لتهدئة هذا الانفجار الشعبي، خاصة أن الثقة الآن صفر؟ إذا كانت هناك شيء نسبة مئوية من الثقة في السنين السابقة، أو أن الناس تصغي لوعود حكومية، الآن الثقة صفر، تصديق الوعود الحكومية صفر، الحلول الترقيعية جربت ولم تنفع. ما المتاح بيد السلطة للتهدئة؟ أولاً أستاذ ماجد، قبل المتاح، الوصول إلى الحديث عن المتاح، دعني أقول لك أن هذه السلطات التي جاءت من عام 2003 لحد الآن كانت تعتقد جازمة أنها قادرة على إخضاع هذا الشعب بالوسائل التالية، ويتفق معها المحتل في هذا، والمحتل بارك هذه القضية وإيران باركت هذه القضية. الآن عندما نتحدث عن التجهيل، عن الأمية، عن التزوير، عدم احترام العلم والعلماء والتعليم،
محاربة الكفاءات، تحويل الشعب إلى مجرد مستهلكين، هذا لم يعني وليسوا منتجين، هذا لم يكن اعتباطا، هذا كان كله بدراسات مخططة وكاملة. كانوا يرفعون شعارات فقط من البداية، من أول يوم رفعوا شعار المظلومية، إنه هذا الشعب مظلوم والمذهب دخلوا في هذه القضية والمظلومية والعالم يجب أن ورفعوا هذه الشعارات، وكانوا يعتقدون أن تجهيل الناس. الآن عندما تنظر إلى حسابات الأرقام وتجد أن أكثر من 8 ملايين أمي في العراق، هاي الأمية المعلنة، أما الأمية الأخرى إذا بأعداد المقنعة هذه كارثة كبيرة. فبالتالي تجد أنت أمام كارثة كبيرة بالمجتمع. هذه لم تأتي اعتباطا، يعني عدم الاهتمام بالتعليم، المعلم في أدنى الدرجات، التزوير للشهادات، الكفاءات طردها، هذا كله. فرفعوا شعارات الحسين منهجنا في بناء الإنسان، في بناء المجتمع والإنسان، هيهات منا الذلة، ما أعرف المظلومية، كل هذا، والناس تلطم بسبب وبغير سبب. واعتقدوا أن هذا التجهيل مع هذه الشعارات ستمضي بهذا المركب إلى آخر المشوار، وأن الناس دجلوا وروضوا للنهاية، خلاص. لكن في نفس الوقت هم يتعاملون مع شعب مثل الشعب العراقي، وهم يكرهون هذه الحقيقة، يكرهون عندما تتحدث عن حضارة. أسألك، نعم، هل يعقل أن طبقة سياسية تعتقد أن الناس تقدم لهم فقط يعني هذه الحرية في قضية ممارسة شعاراتهم أو طقوسهم الدينية بدون أن تقدم لهم ماء، بدون أن تقدم لهم كهرباء، بدون أن تقدم لهم براسيتول لصداع الرأس؟ هل سيسكتون ربما شهر لكن للنهاية سيسكتون، ولا سمحوا لهم بما كان ممنوع عنهم ربما في قديما؟ هم اعتقدوا أنه هذه مظاهر، هذه أليس مظاهر استخفاف بالناس؟ طبعا هو استخفاف بعقولهم وبحياتهم وببلدهم وبكل تاريخهم وبحضارتهم وبكل شيء، وحتى بالأرض التي يقفون عليها عندما يسرقون كل ثرواتها ويسرقون أموالها ويعطوها للأجنبي، وابن الشعب يزداد فقرا ويزداد مرضا ويزداد أمية ويزداد قهرا، وهم في أغنى بلد من الأرض. هذا استهتار بكل شيء. رجدت كثيرا من قبل المتظاهرين أنه هذا خيرات البلد لمن خارج الحدود، هذه رددوها كثيرا المتظاهرين. هم كانوا يعتقدون وقالوا للأمريكان وأعطوا وعود في هذا، إحنا قادرين على أن ندجن هذا الشعب، قادرين. عندما خرجت المحافظات في الغربية في بغداد سابقا قالوا هؤلاء مجموعة من الإرهابيين بعثية صداميين، هذه الأوصاف التي قيلت قاعدة معروف منه دواعش، وقتلوا وخربوا المدن. الآن الكارثة كبيرة، هؤلاء الذين خرجوا من جنوب بغداد إلى البصرة ماذا تسميهم؟ هل هؤلاء دواعش؟ هل هؤلاء صداميون؟ الآن تحدث الدكتور فارس قبل قليل ويعني شخص حاله أنه غالبية الشباب الآن أعمارهم الآن المتظاهرين أعمارهم 18 سنة و 17 سنة و 16 سنة، هؤلاء ولدوا ولم لم يعيشوا الفترة السابقة، وليس لهم علاقة لا بنظام سابق ولا بدكتاتورية ولا بصدامية ولا بدواعش، ولا كانوا حتى بيئتهم بعيدة عن هذا. ماذا سيقولون عنهم؟ وقالوا مع ذلك قالوا نعم، قالوا هؤلاء مندسين، هؤلاء لديهم من المضحك المبكي أيضا تتحدث الحكومة وأحزابها عن قوى لديها أجندات خارجية. إذا كانت هذه الأحزاب هي تنتمي إلى دول خارجية ولديها أجندات خارجية تنفذها على أرض العراق، وجاءت إلى السلطة بأجندة خارجية، وهي جاءت بأجندة خارجية وجاءت بحماية أجنبية وتحت وبحماية الحراب الأجنبية وتتحدث عن الآخرين، وما زالت تحت هذه الحماية، وما زالت تحت العمل تتحدث عن المتظاهرين الذين يطالبون. وبماذا يطالبون؟ يطالبون بأبسط ما يمكن للإنسان أن يمتلكه في عالمنا اليوم المتطور، كهرباء، الماء الصالح للشرب، وظيفة في بلد موازناته السنوية أكثر من 100 مليار دولار، البرميل النفط وصل إلى 100 و120 دولار، والمواطن هناك 10 ملايين عراقي يأكلون من المزابل تحت خط الفقر. وزارة التخطيط تتحدث عن 39% من العراقيين من الفقراء، والرقم أكبر من هذا. التقي المدرسي أحد اللي لا سمح الدكتور طلب من المتظاهرين عدم المبالغة بمطالبهم وأن يقبلوا بالحلول الوسطية مع الحكومة، والمبالغة يعني ليست محمودة. نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لإكمال هذا النقاش مع ضيوفنا هنا
في الاستوديو وفي لندن في الحلقة اللي تبحث في التظاهرات الشعبية الساخطة في العراق. فاصل ثم نعود لإكمال النقاش. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث فيها التظاهرات الشعبية الساخطة في العراق. ضيوفنا الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني، ومعنا من لندن عبر سكايب الدكتور فارس الخطاب. دكتور عبد الحميد العاني، لحد الآن محاولات الحكومة لإخماد هذه التظاهرات وقمعها أو إسكاتها تجلت فقط في الحل الأمني وإطلاق الرصاص والاعتقالات والخطف وإلقاء المتظاهرين بعد خطفهم جثث في الشوارع ومكبات النفايات. هل الحكومة تعي هذا المسار الأمني الخطر الذي لم يحقق نجاحات في دول مجاورة للعراق، حتى وإن شكلا نجح لكنه أتى على البلد وعلى أهله كما جرى الحال في سوريا مثلا؟ هذا الخيار ذاهب بالبلد وأهله ربما إلى المجهول، إلى الجحيم. يعني هي مرتبطة أولا وأخيرا بالأمر وبالمشروع الخارجي إيراني وأمريكي، وهي ليس لها أي خيار آخر أو ليس لها قدرة على أن تجرب أي خيار آخر سوى الخيار العسكري، وقد جربته سابقا بدعم أمريكي إيراني، ولذلك تعتقد أنها ستنجح وستمضي. لكنه لم يسكت الناس، الناس بين فترة هي لا تفكر وأخرى. نعم. هي مستخفة بهذا الشعب استخفاف أوصلهم إلى هذه الدرجة من الانفجار. والشعب العراقي هو لماذا انفجر؟ انفجر لأنه يرى، يعني انكشف له هذا الاستخفاف أمام المليارات التي أشار لها الدكتور قبل قليل من ميزانية العراق، والانحطاط في الخدمات التي نالها هذا الشعب العراقي في كل السنوات الماضية، 25 شباط، الزرقاء، الغيرها. هي تعتقد أنه هذا المسار العسكري مدعوم أمريكي، ويعني حتى لو دمرت مذبحة الزرقاء في النجف، مذبحة الزرقاء والمظاهرات الشعبية التي ظهرت في 25 شباط في 2011 كانت أيضا مظاهرات قوية جدا، وأيضا بذلك الوقت كانت لا تميز لا لونا، يعني لونا طائفيا ولا غيره، وإنما كانت مظاهرات شعبية وطنية حقيقة في ذلك الوقت. إلى الآن هذه الحكومة هي تمارس هذا الخط الأمني، وهي تحظى بمباركة دولية، دمرت مدن بأكملها ولم يتكلم المجتمع الدولي. يعني الآن ربما هي في بداية قمعها لهذه المظاهرات، لكن من قبلها قد مارست قمعا أكبر من هذا، دمرت الموصل 80% وفي بعض أحيائها 100%، الفلوجة، الأنبار، صلاح الدين، ديالة، غيرها غيرها غيرها. كل هذا يؤكد على أنه هي ليس بيدها إلا هذا الخط وهذا المسار، ولا تأبه بالمناسبة هنا، لأنه من الذي سيحاسبها؟ المجتمع الدولي. المجتمع الدولي اليوم هو الذي يمدها ويعطيها الضوء الأخضر للاستمرار في هذه المذابح بحق أبناء الشعب العراقي، لأنه للأسف كأنه أصبح قرارا عند أمريكا وإيران أن المهم أن تمضي هذه العملية السياسية مهما كانت مهما كانت الضحية وكان الثمن، حتى لو كان كل الشعب العراقي. ونحن نرى، رأينا الآن 15 سنة في سبيل أن تسير العملية السياسية وما يسمى بالانتخابات المزورة المفضوحة وغيرها، بما هو الثمن؟ بلد بأكمله قد دمر، والأرقام المهولة. وكما قال المالكي في مناسبة سابقة أنه لولا خوفي على العملية السياسية لفضحت القتلة. هذا يؤكد أنه هذا هي الغاية، والشعب فليكن هو الضحية والثمن. دكتور فارس الخطاب، ربما في هذه التظاهرات برزت مفارقة كبيرة
أن الذين الآن يصوبون بنادقهم ورصاصهم إلى رؤوس وصدور المتظاهرين العارية في جنوب العراق هم الذين كانوا يقدمون أنفسهم أنهم المدافعون عنهم ضد قوى الإرهاب، هم الذين رفعوا المظلومية عنهم، هم الذين تشكلوا ورفعوا السلاح حتى يحموهم من آفة الإرهاب. الآن هذه الفصائل، هذه الميليشيات، هذه فرق الموت الخاصة الآن هي من تقتل المتظاهرين. القتلى الذين سقطوا في هذه التظاهرات في العشرة أيام الماضية هم قتلى برصاص الميليشيات وفرق الموت الطائفية المنضوية تحت مظلة ميليشيا الحشد. هذه مفارقة. نعم، هو باستثناء يعني باستثناء الأشخاص الذين ربما يكونون موجودين أصلا في القوات المسلحة العراقية، البقية الباقية أنا أعتقد أن واحد من أسباب تعطيل الشباب وعدم منحهم فرصة للعمل هو أن ينضوون أيضا إلى هذه الميليشيات ليأخذوا رواتبهم عبر آلية تحويل الشعب العراقي إلى ميليشيات منظمة وبالتالي تحمي العملية السياسية وتحمي ضمنا الأحزاب التي تنضوي تحتها هذه الميليشيات. لذلك أكثر الناس شدة على العراقيين الآن هم الذين تطوعوا لقتال الدواعش، الآن هم نفسهم هم أشد الناس على أبناء عمومتهم وأخوتهم في محافظات الجنوب. هذا الموضوع الحقيقة بتأييد دولي، بتأييد أمريكي، افعلوا ما شئتم، العراق تحت خيمة مغلقة، الإعلام لا يصور ما يجري في العراق، لن نتدخل في تصريحات. يعني المفارقة عندما خرجت في إيران تظاهرات ليوم أو يومين، خرج الرئيس الأمريكي ليعلن تضامن الولايات المتحدة مع المتظاهرين وليطالب النظام الإيراني بعدم الاعتداء عليهم واحترام، وعقدت جلسة خاصة لمجلس الأمن، جلسة خاصة في مجلس الأمن، وعقدت جلسة لمجلس الأمن، وصرح الاتحاد الأوروبي. الآن لا أحد يتحدث، حتى دول الجوار، يعني لدينا دول في الخليج ولدينا المملكة الأردنية وغيرها، الجميع صامت لأن الإرادة الأمريكية تقول لن يتغير شيء بالعراق إلا بحسب ما يتطابق مع المخطط الأمريكي الإسرائيلي. لن يسمح للعراق حسب المنظور الأمريكي طبعا أن ينهض من جديد، لن يسمح أن يكون بالعراق إرادة وطنية ربما تشكل خطرا على الكيان الصهيوني وعلى المصالح الأمريكية. لذلك هم يفتتحون اليوم أو غدا أو بعد غد قاعدة للناتو في العراق بشكل رسمي. هناك مشروع كبير الحقيقة، هذه الدمى التي جاءت مع الاحتلال هي دمى فقط شكلية تساهم في تطويع العراقيين، تساهم في إذلال العراقيين حتى يقبلوا بالأمر الواقع ويقبلوا بمن يقدم لهم في النهاية رغيف الخبز مع بضع لترات من الماء وشيء من الكهرباء. وهكذا الآن الشباب استوعب، ومن قبلهم أهالي الأنبار وصلاح الدين وديالة، ومن ثم الشعب العراقي خرج قبل سنة أو سنتين ليقول لا للفساد ولا للفاسدين. لماذا يجب أن ندعم هذه التظاهرات؟ لأننا يجب أن لا نفقد فرصة التغيير، يجب أن لا نفقد الضوء الذي ربما يلوح في نهاية النفق. نعم. نحن جميعا مسؤولين إعلاما وغير إعلام عن دعم هؤلاء المتظاهرين وتقديم الحقائق. نعم. للناس، لأنه الإعلام يجب أن يغير هذا العالم الذي يصمت الآن على الجرائم في العراق، لن يستطيع أن يصمت طويلا. سنتحدث عن التظاهرات وتأثيراتها على المشهد وأيضا عملية الدعم طبعا إذا يعني بقى وقت. دكتور رافع الفلاحي، هذه التظاهرات وضعت الكل، أقصد الكل في العملية السياسية، في مأزق وفي زاوية حرجة، لكن ربما المأزق الأكبر والزاوية الحرجة الأضيق هي للحكومة وأحزابها والمؤسسة الدينية التي كانت تغطيها وغطتها بالفتاوى الشرعية، وضعتهم في مأزق كبير، خاصة أن هذه التظاهرات انطلقت وعنفوانها الآن في البيئة الجنوبية العراقية. هل تعتقد فعلا أن المؤسسة الدينية في المأزق الأكبر، ثم طبعا الأحزاب والميليشيات تجاه هذه التظاهرات؟ أولا أستاذ ماجد، من عام 2003 لحد الآن الحديث يجري وفق التقسيمات الطائفية. نعم. هذه حكومة شيعية، هذه ما أعرف شنو،
مؤتلفة مع الأكراد مع السنة، لكن بالتالي وحكومة تدعمها المرجعية من عام 2003 لحد الآن. كيف دعمت المرجعية إذا ممكن؟ المرجعية باركت الأحزاب التي شاركت وكانت تدعو الشعب إلى المشاركة بالانتخابات، ومن لا يشترك بالانتخابات وصلت لحد تطليق زوجته من عنده، يعني زوجته تعتبر طالقة بعينها. وجزء من من المراجع الكبار ظهروا على الشاشات يقولون مرشحنا فلان. نعم. بالذات. نعم. هكذا تحدثوا. نعم. الحقيقة. وكان مجموعة من السياسيين، واحد من عندهم المالكي كان يقول أن المرجعية تقول أنه أنا مرشحهم، هكذا كانوا يتحدثون. نعم. ولا أحد يرد. نعم. الحقيقة بعد 15 سنة السؤال اللي يطرح نفسه، هل يكفي مثلا أن تقول المرجعية أنا مع الشعب في مطالبهم وتسكت وهكذا تسلم بالموضوع وانتهى الموضوع؟ ليس كافيا هذا؟ ليس كافيا. أنت 15 سنة تدعم الشعب يتظاهر ويقول هؤلاء مجموعة من الفاسدين، البلد من خراب إلى خراب، من دمار إلى دمار، البلد فاقد سيادته، فاقد استقلاله، شعبه مهجر، مرضى، فقرة، دمار، لا صناعة، لا زراعة، لا تعليم جيد، لا صحة جيدة، وكل القوائم العالمية تتحدث عن هذا الموضوع، تتحدث عن بلد فاشل، العراق دولة فاشلة، والكل يعرف، والمرجعية تدعم هذه الحكومات التي أوصلت العراق إلى، وتدعم الأحزاب التي أوصلت العراق إلى هذا الفشل. الآن هل يكفي أن تقول المرجعية مثلا نحن لا مع مطالب المتظاهرين؟ مطالب المتظاهرين أولا لا يمكن يعني تصور هكذا، أن الشعب يجب أن يظهر ليطالب بقضية معينة لكي تستجيب له الحكومة. هذه وظيفة الحكومة. الحكومة عندما يعني تعين، عندما تنتخب، عندما تؤدي القسم، هي لخدمة الشعب. يجب أن لا يخرج الشعب ليطالب بمطالب بسيطة مثل الكهرباء والماء. هي من أساسيات عمل الحكومة. نعم. لكي تخرج الحكومة تقول فهمنا الموضوع سنستجيب لكم، ماذا أعطونا فرصة 30 يوم و 40. هذه الحكومات لن تستجيب، لأن المشروع لا يعني مركب بطريقة أخرى. المشروع إنهاك العراق. الآن كل البنى التحتية في العراق قد انهارت، الآن الدولة مديونة، الحكومة الآن العراق أكثر من 230 مليار دولار بس الديون الخارجية، عدد الديون الداخلية، البلد منهار، بلد مستهلك، الآن بلد لا بصناعة لا زراعة لا ينتج شيء، بلد غير منتج، الآن ديون عالية، النفط ماله كله. وعلى ذكر المشروع دكتور. نعم. أيضا أشكرك وصلتنا إلى هذه النقطة. دكتور فارس الخطاب، برأيك هذا الحراك الشبابي في معظم وسواد الأعظم المتفجر والغاضب والساخط وغير المعير الانتباه لأي وعود حكومية، كما كان في السابق عنوانه وطنية، الهم العراقي، الهوية العراقية إذا صح التعبير، بعيدا عن اللافتات الطائفية، برأيك هل فعلا كما يقال أسس أو سيؤسس إلى مرحلة جديدة في العراق؟ المرحلة أسس يعني مرحلة من العمل من العمل من من المواجهة مع السلطة. نعم. المرحلة أسست وتحولت من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الحراك والتنفيذ. أعتقد مستوى الوعي، مستوى قبول التحدي عندما يذهب الشباب المتظاهرين في البصرة قبالة القنصلية الإيرانية والقنصلية الأمريكية رغم علمهم بأن القوات الأمنية هناك لديها أوامر بإطلاق النار حماية لهاتين القنصليتين، هم يعلمون ماذا يستهدفون ويعلمون من الذي دمر العراق، من الذي أوصل العراق. هؤلاء الدمى هم يعلمون كيف يقتصون منهم إذا ما رفعت أمريكا وإيران أيديهما عن 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 المنطقة الخضراء برمتها. لذلك أنا أعتقد أن المشروع ابتدأ، ولهذا يحتاج إلى رعاية. وأحيانا أقول وأنا يعني متأكد من هذا القول، يحتاجون إلى تنظيم، يحتاجون إلى أمن يوجههم. وهذه مشكلة العراق منذ عام 2003 و2004 و2005 بداية الحراك الشعبي إلى اليوم، كانوا يفتقدون وما زالوا إلى المنظم الذي يوجه هذه الثورة، يوجه هذا الغضب الشعبي، يوجه هذا الحاجة الشعبية للتغيير. لذلك أعتقد أن الشباب مطالبين أيضا أن يفرزوا من بينهم من يقود، من يتكلم، من يتحدث باسمهم حتى يوصل للعالم
صوت الثورة العراقية الشابة والتي ربما سيكون لها شأن إذا ما سرقت من قبل البعض كما سرقت المحاولات السابقة. شكرا للدكتور فارس الخطاب الكاتب والباحث السياسي العراقي في لندن، شكرا جزيلا. دكتور عبد الحميد العاني، الآن الحكومة يعني تخاطب المتظاهرين اصبروا علينا حتى تتشكل الحكومة الجديدة، وكما قال مالكي ستنهض أو ستكون حكومة يعني خدمات. الإسراع بتشكيل حكومة هو الحل لمشاكل، لجبال من مشاكل الناس في العراق؟ هل المتظاهرون، هل الناس أصلا معنيون بالانتخابات؟ يعني هاي الانتخابات التي قاطعوها بنسبة 85% يقينا ليسوا منتظرين أن تشكل حكومة حتى تحل مشاكلهم. يعني أولا مثل ما قلت، المقاطعة هي كانت خير جواب على هذا. ثانيا، ما نسمع الآن من هتافات هؤلاء المتظاهرين هو أيضا يجيب على هذا، وهو أنهم قد فقدوا الثقة بهذه الحكومات، وفقدوا الثقة بأن أي تغيير قادم سيكون له نتيجة، لأنه الشعب اليوم على قناعة أن الحكومة القادمة هي ذات الحكومة الحالية. يعني لن يكون هنالك تغيير إذا انتقل هذا الرجل من هذا الكرسي إلى هذا الكرسي كما شاهد الشعب العراقي طيلة السنوات الماضية، فلا هذا ليس حلا. ثانيا، تعلم الشعب العراقي أن هذه الوعود لا ينفذ منها شيء، هي مجرد استهلاك إعلامي يراد بها التخدير للشارع، ولكن لم تعد هنالك مجال لانطلاء هذه الحيل وهذه الأكاذيب على الشارع العراقي. اليوم الوعي متزايد، والوعي المتزايد صنعته هذه الأحزاب بأفعالها التي استخفت هذا الشارع العراقي وسرقت ثرواته. هنا هذه الرسالة التي وصلت إلى الحكومات يجب أن تصل اليوم إلى الدول الأخرى، لا سيما الدول المجاورة عدا إيران، لأن إيران هي جزء من المشكلة. هذه الدول الشقيقة والصديقة يجب أن تنظر إلى الشعب العراقي الذي قاطع الانتخابات رسالته الأولى. اليوم يجب على الدول أن تقف مع الشعب، لأن الشعب هو الممثل للبلد. الحكومات مهما طال وقتها ستزول، والشعب العراقي هو الباقي، والاستقرار يعود للمنطقة إن شاء الله جميعا، ونأمله كذلك. ويبدو أن الناس في العراق يعني وصلت إلى نقطة الإحباط واليأس وغسل يدين من عملية أي تغيير داخل العملية السياسية، ويبدو الشباب قد أخذ مبادرة التغيير بيديه خارج إطار العملية السياسية. نصل إلى ختام هذه الحلقة، ولم يتبقى لنا إلا نشكر ضيوفنا دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، وكان معنا عبر سكايب من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور فارس الخطاب. ناقشنا في هذه الحلقة التظاهرات الشعبية في العراق، حاضرها ومستقبلها. نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليمدنا بخلاصة ما جرى من نقاش في هذه الحلقة. دكتور، يبدو أن هذه الاحتجاجات والتظاهرات الغاضبة صوبت ذخيرتها إلى كل الإرث السياسي الذي صنع بعد عام 2003 ومنتجاته، وخاصة المنتج الطائفي، غاسلا يديه بالمرة من هذه العملية وأحزابها وميليشياتها في حالة يأس وقنوط. خلص، هذه التظاهرات ما قبلها ليس ما بعدها.
يعني دعني أقول ربما تحدثنا في هذه الطاولة إلى نتيجة واحدة، تحدثنا وصلنا إلى نتيجة أن هؤلاء الذين حكموا العراق من عام 2003 لحد الآن كانوا يعتقدون أنهم بالتضليل بالكذب بالوعود سيمضون بهذا المركب الخرب إلى ما يشاءون من زمن وإلى ما يشاءون من موانئ، ويسرقون وينهبون ويقتلون ويرمون في هذا البحر من يريدون من الشعب، هكذا كانوا يعتقدون، ضامنين على أساس صوت الناس، هذا صوت هكذا هكذا كانوا يعتقدون، لكنهم لم يتوقعوا أن كل هذا مجرد وهم وتضليل في عقولهم. الشعب سيصل إلى مرحلة ربما يعني إذا مثلنا الحال أن تضع الماء على النار بعد فترة إلى نقطة معينة سيتحول إلى بخار، عندما تريد أن تعيده إلى ماء يجب أن تكثفه. الشعب وصل إلى إذا تحول إلى قضية أخرى، الشعب الآن من كثر الضيم من كثر القهر من كثر ما شاهده خلال 15 سنة كفر بكل هذه الشعارات، كل هذه خرج عن كل هذه السياقات، ما عادت تقنع، ما عاد هذه الوجوه التي تدعي المظلومية تدعي الدفاع عنها تدعي عراقا جديدا ما عادت تقنعه، فبالتالي تحول إلى شيء آخر، يتحول إلى مارد، ومثل ما يقال لا يحك ظهرك مثل ظفرك. الشعب لن يعني لا ينتظر الآن من أوروبا والأمم المتحدة وأمريكا أن تغير هذا النظام، لا، الشعب هو من سيغير هذا النظام من أجل حياته، ليس من أجل شيء آخر، هو يريد حياته الآن، يطالب بحياته. هؤلاء لن يعطوه إلا الموت، وحولوا العراق إلى مقبرة كبيرة، وبالتالي هو يدافع عن حياته وصولا إلى تحصيلها. شكرا، نلتقي في الأسبوع القادم. شكرا لك الله.